بسم الله الرحمن الرحيم. في الاكزامبل ده ان شاء الله هنشوف الالكتريك فيلد اللي جاي نتيجة تشارجد ديسك. شفنا قبل كده في اكزامبل قبل كده اللي جاي نتيجة تشارجد رينج او اللي جاي من حلقة مشحونة. النهاردة هنشوف مع بعض او في الحلقة دي نشوف مع بعض اللي جاي من قرص مشحون او تشارجد ديسك. زي ما احنا شايفين قدامنا عبارة عن تشارج ديسك بالمنظر ده كده. الديسك اللي هو موجود ده الريجيس بتاعه عبارة عن ار كابيتال. الديسك ده كله تشارجد على السيرفس، يعني السيرفس او السطح بتاعه از تشارجد يونيفورملي او مشحون بشحنة يونيفورم او شحنة منتظمة سيجما كولوم بير متر سكوير. المطلوب مننا اكيد الديسك ده هيعمل الكتريك فيلد. المطلوب مننا دلوقتي السؤال الالكتريك فيلد عن بوينت بي تتعمل ازاي. حقيقة في الاكزامبلز اللي فاتت كنا بناخد element of charge عبارة عن عنصر شحنة ناخده في مكان عام ونشتغل عليه. حقيقة لو حبينا ناخد عنصر في charge كده المرة دي لازم يكون العنصر بتاعي عبارة عن area، ونيجي نشوف مع بعض الدلتا كيو او التشارج اللي جواه بتساوي كام. الحقيقة الكلام ده منطقي جدا ونقدر نعمله ان شاء الله لما نطلع بالليفل بتاعنا للالكتروماجنتيك فيلد كورس، او لما نقدر ناخد في الانتجريشن ازاي نقدر اشتغل دبل انتجريشن. الحقيقة المستوى بتاع الليفل بتاع المحاضرة النهاردة او بتاع الحلقة دي بنتكلم على ليفل اقل شوية في الماث، فبالتالي لازم نفكر في فكرة بديلة. ايه الفكرة البديلة او ايه البروسيدر اللي نقدر نحل بيه الديسك اللي هو عبارة عن سيرفيس شارج بادي؟ الحقيقة احنا ممكن نفكر ان احنا الديسك ده ممكن نقسمه لحلقات ورا بعضيها، يعني زي ما احنا شايفين دلوقتي الحلقة دي عبارة عن حلقة، وممكن يبقى في حلقة وراها لغاية الحلقة الأولانية ولغاية الحلقة الوعضية. يعني احنا كأننا قسمنا الرينج بتاعتنا الديسك بتاعنا لرينجز سكسيسيف رينجز ورا بعضها، دول هيكملوا مع بعض في الآخر ايه الديسك كله. تمام جدا. يعني احنا لو جبنا مع بعض عملنا فكرنا مع بعض، يبقى الالكتريك فيلد اللي جاي من الديسك هو عبارة عن السمشن للالكتريك فيلد اللي جاي من الرينجز او مجموع الالكتريك فيلد اللي جاي من الرينجز ده كله، صح؟ بس الحقيقه بما ان احنا بنتكلم على حاجات متصله او كونتينوس تشارج، يبقى لما بنتكلم على كونتينوس حاجات متصله او كونتينوس يبقى معناها ان الالكتريك فيلد اللي جاي من الديسك او من القرص بتاعنا هو عباره عن الالكتريك فيلد اللي جاي منين؟ من الرينج. فبالتالي الاليمنت بتاعنا المره دي هو عباره عن الرينج دي. نشتغل على الرينج دي، وبعد ما نشتغل على الرينج دي نشوف مع بعض ازاي نجمع. طيب هناخد المره دي الاليمنت بتاعنا في مكان جنرال، فهناخد رينج زي ما احنا شايفين مع بعض الريجس بتاعها ار. تمام. طيب الرينجز دي ورا بعضيها يعني الثيكنس بتاعها صغير جدا، لو احنا بصينا على الثيكنس بتاعها هيبقى عباره عن دلتا ار. يعني لو حبينا نرسم الكلام ده كله على جنب كده هنشوف كالتالي. هنشوف ان الرينج بتاعتنا لايك ذس، الريجس بتاعها عباره عن ار، والثيكنس بتاعها ان هي عباره عن حلقات ورا بعضيها عباره عن دلتا. طيب نفتكر مع بعض هو الالكتريك فيلد اللي جاي من الرينج كان بكام؟ كان كالتالي زي ما احنا شايفين. يا ريت راجع الحلقه بتاعت الرينجز او بتاعت الحلقه المشحونه، كان عباره عن لامدا زد ار. الزد بتاعنا لو احنا فاكرين هو عباره عن ارتفاع البوينت دي اللي هو الزد ده. تاني حاجه الريديوس بتاعي هو الريديوس بتاع الحلقه. تالت حاجة الزد ار سكويرد والابس نوت معروفين. انما هي هتلاقي عندي مشكلة قابلتني. ايه بقى المشكلة اللي قابلتني؟ اللامدا دي. السؤال بتاعنا او العلاقة او الديسك او الحل بتاعنا كان الالكتريك فيلد، بنتكلم الديسك تشارجد باي سيجما، وانت جايبني ان الحلقة بتاعتي اللي انت حليتها قبل كده لامدا كولوم بير متر اللي هو لينير تشارج دينستي او كثافة الشحنة الطولية. السؤال اللي عايزين نشتغل بيه عشان نعرف نكامل ونشتغل صح، وات از ذا ريليشن بتوين سيجما واللامدا؟ لازم نعبر او نجيب اللامدا ان تيرمز اوف سيجما او بدلاله السيجما عشان نقدر نكمل. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ نرجع تاني مع بعض للرينج اللي بنتكلم عليها اللي احنا بنشتغل عليها. الرينج دي الريدس بتاعها ار والطول بتاعها دلتا ار. عايزين نجيب الشحنه بتاعه الكيو بتاعه الرينج. الكيو بتاعه الرينج دي تتحسب ازاي؟ طيب عايزين نجيبها ان تيرمز اوف لامدا الاول، وبعد كده نحاول نجيبها ان تيرمز اوف سيجما.
الحلقة دي كل اللي هنعمله مع بعض ان احنا هنفكها لعبارة عن ايه؟ لعبارة عن لاين بالمنظر ده كده، كأننا معانا استك وقطعناه رنج كده وفطعناها، مجرد قطعناها بس قطعناها وفردناها. وهيبقى المطلوب مننا دلوقتي ان احنا نجيب التشارج ان ترمز اوف لامدا. طيب الطول بتاعي ده عبارة عن ايه؟ ده length of this strip هيبقى عبارة عن circumference بتاع الرينج، البرامتر اوف ذا رينج او المحيط بتاع الرينج اللي هو عبارة عن 2 باي ار. جميل. والثيكنس بتاعت الرينج دي عبارة عن الثيكنس بتاعها اللي هو الدلتا ار. ده بالظبط جاست كات اوف ذا رينج، وبالمنظر ده كده ان ايه اكسبريست از ستريب، بنفردها كانها عبارة عن ايه شريطة رفيعة كده. لو احنا عايزين نجيب الكيو بتاعت الرينج يبقى لامدا ملتبلايد باي لينث، يبقى عبارة عن اللينث بتاعتي اللي هو عبارة عن لامدا multiplied by 2 باي ار. طب افرض لو احنا عايزين نجيب نفس الرينج بس هنجيبها ان ترمز اوف سيجما، يبقى سيجما multiplied by ذا اريا. يبقى بنتكلم على الاريا دي، الاريا دي نجيبها ازاي؟ لينث باي ويدث، طول في عرض، يعني عبارة عن سيجما multiplied by 2 باي ار multiplied بالثيكنس بتاعي او العرض اللي هو دلتا ار. ده بالظبط لما يكون عندك حاجه ان ترمز اوف باوند اند ان ترمز اوف دولار، هنسويهم ببعض عشان نعرف ايه العلاقه بين الجنيه وبالايه بين الدولار. نفس الحكايه، يبقى الكلام ده كله مفروض انا وانت مع بعضينا ان الرقم ده هو اكزاكت للرقم ده، هما الاثنين ايكوال، انا جاست بكتبهم ان ترمز اوف ايه اوف ديفرنت بارامتر. يبقى يطلع معانا ان لامدا ملتبلايد باي 2 باي ار ايكوال سيجما ملتبلايد باي 2 باي ار دلتا ار، اللي هو يطلع في الاخر ان اللامدا بتاعتي ايكوال سيجما ملتبلاي باي دلتا ار. كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هناخد اللامدا اللي هي بتساوي سيجما باي دلتا ار دي ونسبستيتيوت باي ات ان ذا تيرمز اور ان ذا ايكويشن اوف ذا رينج الكتريك رينجز الكتريك فيلد. هنعوض بس بالعلاقه بتاعت الايه الاي بتاعت رينج او بتاعت التشارجد رينج او الحلقه المشغول. يطلع معايا ان الدي اي بتاعت رينج ايكوالز سيجما زد ار دلتا ار اوفر 2 ابسنوت زد سكويرد بلس ار سكويرد باور 3 اوفر 2. انا كده خلصت، خلاص كده انا جبت الدي اي بتاعت الرينج اللي هي جايه من ديسك، وبعدين جاست كتبتها ان ترمز البارامتر اوف ذا بروبلمز المعطيات بتاعت المساله اللي هي السيجما والزد والار والديسك والكلام ده. يبقى الاي بتاعت الديسك هنعمل انتجريشن بتاعي، او هنجمع، بلاش كلمه انتجريشن، هنجمع نجمع الاي اللي جايه من الرينج الاولانيه لغايه الرينج الاخيره، يعني سيجما زد ار على 2 ابسنود زد سكويرد بلس ار سكويرد باور 3 اوفر 2 دلتا ار. دايما انا مش بتعلم ماث او مش بتعلم دلوقتي ازاي اشتغل او اجيب الانتجريشن ده، محتاجين نعرف مع بعض الليميتس بتاع الانتجريشن بنجمع من فين لفين. يبقى انا ببص انا بانتجريت وذ ريسبكت لمين؟ للدلتا ار. يبقى انا عايز اشوف الار بتاعت الفيرست رينج، الفيرست رينج بتاعت الديسك قد ايه، والار بتاعت اللاست رينج بتاعت الديسك قد ايه. لما كان عندنا عباره عن ديسك بالمنظر ده كده، فاحنا خدنا رينج في النص كده اهون، ادي الرينج اللي بشتغل عليها وبجمع من اول واحده لغايه اخر واحده. يبقى من اول السنتر كان الار بتاعتي بتساوي زيرو، اللي على الحافه كده او على الايدج الار بتاعتي ايكوالز ار كابيتال. يبقى من اول ار ايكوال زيرو لغايه ار ايكوالز ايه ار كابيتال. انتجريشن بتاعنا ده سهل، لو مش مصدقني نقدر نظبط الكلام ده كله. يطلع معانا ان السيجما دي كونستنت بره الانتجريشن خالص، الزد بره الانتجريشن خالص، ال2 ابسون بتاعتي بره الانتجريشن خالص. يطلع معايا الانتجريشن بتاعي ار اب زد سكويرد بلس ار سكويرد باور ماينس 3 اوفر 2 دلتا ار، من اول ار ايكوال 0 لغايه اللاست رينج اللي هي ار ايكوالز ار كابيتال. الانتجريشن ده سهل جدا، تراجع اي كورس بتاع ماث، لان هو جاست الديفرنشيشن بتاع البراكت ده موجود او ملتبلايد باي ات او مضروب فيه، فبالتالي الانتجريشن سهل قوي. يطلع الانتجريشن بتاعي سيجما زد اوفر 2 ابسنوت ملتبلايد باي زد سكويرد باور ار سكويرد باور ماينس هاف، والكلام ده ماينس. بقى انتجريت من فين لفين؟ من اول ار ايكوال 0 لغايه ار ايكوالز ار كابيتال، اللي هو يطلع في الاخر ماينس سيجما زد على 2 ابسنوت 1 اوفر روت زد سكويرد
بلس ار سكويرد، وبرضه هسبستيتيود بالابر اند لور ليميت اللي هم ار ايكوال 0 اند ار ايكوالز ار كابيتال. لو انت سبستيتيود بالكلام ده كله الاي بتاعت الديسك بتاعتنا هتبقى عباره عن سيجما زد اوفر 2 ابسيلون نوت، مره هسبستيتيود بالابر واللور ليميت يطلع 1 اوفر زد سكوير بلس ار سكوير ماينس 1 اوفر روت زد سكوير بلس الزيرو اللي هو الار بيساوي زيرو، وفي الماينس بتاعي في الاخر. يعني الكلام ده كله يطلع لي الاي بتاع الديسك مجرد بس هظبط الفورم الاخيره يطلع عباره عن سيجما زد اوفر 2 ابسيلون نوت 1 اوفر زد ماينس 1 اوفر روت زد سكوير بلس ار سكوير. الكلام ده كله هيطلع لي ان الاي بتاعت الديسك بتاعتي الريزلت فروم ذا ديسك ايكوال سيجما اوفر 2 ابسيلون نوت 1 ماينس زد اوفر روت زد سكوير بلس ار سكوير، وده الفاينل فورم بتاعتي. بس ما تنساش ان احنا بنتكلم عن الالكتريك فيلد از فيكتور، so it must be represented as a form of vector، لازم يمثله كفيكتور. الاي ديسك بتاعي الدايركشن بتاعك هو الدايركشن بتاع الكي. كان في ملحوظه بسيطه جدا ان احنا طبعا لو انا كان عندي ديسك هولو ديسك بالمنظر ده كده او عباره عن قرص مجوف، الريس الانر بتاعه عباره عن ار 1 والاوتر بتاعه عباره عن ار 2، كان كل اللي هيحصل معانا ان احنا واحنا بنجيب الاي ديسك بتاعتي كانت تعمل انتجريشن من فين؟ من ار ايكوالز ار 1 لغاية R equals R2، ويبقى الكلام هو هو. حاجة تانية، لو بنتكلم مع بعض على infinite disk على سطح لا نهائي، يعني ايه لا نهائي؟ يعني ال R is much much greater than Z. احنا بنتكلم في ايه؟ في physics، بنتكلم في engineering، يعني مش بنتكلم في pure math. ف infinite معناه ايه؟ معناه ان ال R اكبر بكتير قوي من ال Z، زي ما تكون واقف في البحر كده مش شايف اخره من نهايته. ليه البحر بالنسبه لك كانه infinite؟ لانه كانه سطح نهائي، بينما actually البحر ليه dimension. فدايما هي ال infinite دي عباره عن ايه؟ comparison، يعني ايه؟ بنشوف ده in respect of the other parameter. تمام، لو بنتكلم على ديسك انفينايت يبقى الار بتاعتي او الزد بتاعتي از ماتش ليس ذان ذا ريديوس اوف ذا ديسك، فبالتالي الاي بتاع الانفينايت ديسك الانفينايت هيبقى عباره عن سيجما على 2 ابسيلون نوت زي ما احنا شفنا 1 ماينس زد على زد سكويرد بلس ار سكويرد. فلو حطينا الار دي تنس تو انفينيتي هنلاقي مع بعضينا ان الايه؟ هنلاقي مع بعض ان الترم ده هي tends to zero، فبالتالي الاي بتاعت الديسك في حاله انفاينايت ديسك هيبقى عباره عن سيجما اوفر 2 ابسيلون نوت والدايركشن بتاعك كي. الحقيقه الاثبات ده لطيف جدا لما نيجي نقارنه بالكلام ده بجاوس ابلكيشن، لما تشوف الحلقه بتاعتها هتلاقي نفس الاثبات او القصه بتاعتي موجوده هناك. الحقيقه الابلكيشن ده ظريف جدا او الاكزامبل اللي احنا شفناه النهارده لطيف جدا، يا ريت تبقى تراجع قبل ما تشتغل في الجزء بتاع الشارج درينج. شكرا جزيلا، السلام عليكم.